إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة العظيمة هي إحدى المعوذتين أنزلهما الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لما سحر. سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاط، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فشفي عليه الصلاة والسلام بإذن الله تبارك وتعالى. قل أعوذ برب الفلق، الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن يصح خطابه. قل أعوذ برب الفلق، والعياذ كما قال أهل العلم يكون لدفع الشر والمكروه، وضده اللياذ فيكون لطلب الخير. وفي ذلك يقول الشاعر: يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فقوله قل أعوذ أي ألتجئ وأحتمي برب الفلق، وهو الله تبارك وتعالى، وهو رب كل شيء ومليكه. وذكر الفلق لأنه من المخلوقات العظيمة. قل أعوذ برب الفلق، والفلق قيل هو الصبح، وقيل أعم من ذلك، أي المعنى أعم من الصبح. فكل ما يفلقه الله تبارك وتعالى فهو فلق، كما قال تعالى: فالق الإصباح، وقال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى.
فكل ما يفلقه الله عز وجل فهو داخل في هذه الآية: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهذا هو المستعاذ منه، أي أن المسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. أولها قال: من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات. وأول ما يستعيذ به المستعيذ أن يستعيذ من شر نفسه أولا، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فأول ما يستعيذ به العبد يستعيذ بالله من شر نفسه. وشر النفس كما قال أهل العلم، شر النفس الإقبال إلى معصية الله والإعراض عن طاعة الله. فإذا وجدت نفسك قد أقبلت إلى معصية الله وأدبرت عن طاعة الله فاعلم أن هذا من شرها. فيجب عليك عبد الله أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر نفسك، من شر ما خلق. ويدخل في الآية كل المخلوقات، تستعيذ بالله تعالى من شرور جميع المخلوقات، تستعيذ بالله عز وجل من شرور الجن والإنس، تستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرور شياطين الجن والإنس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق قيل هو الليل، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقيل الغاسق هو البرد. من شر غاسق إذا وقب، لأن الشرور تكثر في الليل. وقيل القاسق هو القمر، والقمر لا يأتي إلا في الليل. لذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عائشة رضي الله عنها فقال: يا عائشة، هذا القمر هذا الغاسق. وأورد هذا الحديث البغوي وغيره في التفسير. وكل هذه الأقوال صحيحة إذ لا منافاة بينها. من شر غاسق إذا وقب، أي إذا دخل. وقب من الوقوب وهو الدخول، أي من شر الليل إذا دخل، أو من شر القمر إذا دخل في الليل، أو من شر البرد إذا دخل. كلها معاني صحيحة. من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن الساحرات، لأنهن ينفثن في العقد، ينفثن بريقهن في العقد، يعقدن العقد بالرقى والتمائم والهمهمات الشيطانية، فينفثن في هذه العقد فيعقدن السحر عياذا بالله. وهذا أمر عظيم عباد الله، وقد انتشر في زماننا هذا. فتجد السحر قد انتشر، وقال العلماء: من أسباب انتشار السحر بين الناس إعراض الناس عن ربهم تبارك وتعالى، وبعدهم عن طاعة الله، وبعدهم عن الأوراد الشرعية من قراءة القرآن والأوراد التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الذين يعلمون هذه الأوراد فلربما غفلوا عنها، ولربما قالوها ولكن بقلوب غافلة. وإذا
ذكر العبد بقلب قافل فإن الذكر لا يأتي بنتيجة كما قال أهل العلم. فالواجب على الإنسان أن يحرص على الأوراد من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الثابتة، ويستصحب في ذلك القلب الحاضر المراقب لربه تبارك وتعالى، فبهذا ينال الحماية من السحر ومن شرور السحرة. كذلك من أسباب انتشار السحر أن السحرة صاروا يتلبسون بلباس الدين ويتلبسون بلباس الصلاح والولاية، لأنهم لو قالوا للناس نحن السحرة هلموا إلينا لما أقبل عليهم أحد، الناس ما بيمشوا عليهم. لو قالوا نحن السحرة الساحر الكبير، لو رفع لافتة وكتب فيها الساحر الكبير فلان ابن فلان الحائذ على شهادة السحر من كذا وكذا، ما كان في ذول حيجيو. ولكن تجده يكتب الراقي مثلا فلان، الذي يعالج بالقرآن والفكي فلان، والولي فلان، وغير ذلك من العبارات الرنانة ليجلبوا الناس إليهم. وحققوا الشدة يرنوا للأسف الشديد، تلقى الناس ماشين يقول لك بيجاي في واحد شيخ قالوا بيشفي من السحر، هو هذا الشيخ من أكبر السحرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يقول لك في واحد بيجاي فكيه بيجيب الرائحة أو بيفعل ويفعل وهو من السحرة ومن أعوان الشياطين، لكنهم يرفعون هذه الرايات ليعموا على الناس عياذا بالله. فالواجب عباد الله البعد عن جميع هذه المراكز كلها، كان فكي كان ولي كان شيخ عادي كان عنده دقن كان من غير دقن، كل هذه المراكز الواجب على العبد أن يبعد عنها. ما في حاجة اسمها راقي، ما في مهنة زي دي في الإسلام أبدا. وهذا لا يعني أننا ننهى عن الرقية أبدا، الرقية الشرعية ثابتة، ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالطريقة الشرعية. يرقي الإنسان لنفسه، يرقي لأخيه، لا حرج. المرأة ترقي لنفسها أو يرقيها أو ترقيها أختها أو محارمها. أما كون الناس يمشوا المراكز التي تدعي أنها تعالج بالقرآن، ولربما كان على رؤوس هذه المراكز كبار السحرة، هذا هو الذي ننهى الناس عنه. وما بنقول للناس خلوا المراكز الفلانية والفلانية وتعالوا لمراكزنا أبدا، إنما دعوا جميع هذه الأوهام والجو إلى الله تبارك وتعالى. أي ذول يقرأ لنفسه، يقرأ لأخوه، يقرأ لزوجته، لأخته، لأمه، وقيس على ذلك. وهذه المراكز يخلوها مهجورة، لما أصحابه يقفلوها ويمشي يشوفوا لهم شغلة تنفعهم. فهذا من أكبر أسباب انتشار السحر بين الناس. فالله تعالى قال في هذه الآيات: ومن شر النفاثات في العقد، وذكر النفاثات دون النفاثين، قالوا لأن الغالب في عمل السحر عند النساء، الغالب في عمل السحر عند النساء. شكد الليلة بتلقى انتشار الوداعيات، والوداعية ساحرة، علم الناس أو جهلوا، الوداعية ساحرة، تلقى الناس يمشوا للوداعيات. هذه هي التي أمرنا الله تعالى أن نستعيذ به عز وجل منها ومن أمثالها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن شرور الجن والإنس ومن شرور مخلوقاته تبارك وتعالى. وأسأله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا ويكفر عنا سيئاتنا ويحشرنا مع الأبرار. وأسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال بلادنا. اللهم أصلح أحوال بلادنا، اللهم أصلح أحوال بلادنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى،
وأعنهم بالبطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف، وباعد عنهم بطانة السوء التي تأمرهم بالمنكر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم قال الله تعالى في خاتمة هذه السورة: ومن شر حاسد إذا حسد، أي تستعيذ بالله تعالى من شر حاسد إذا حسد. والحاسد هو الذي يكره نعم الله تبارك وتعالى على غيره، حتى لو لم يتمنى زوالها، حتى لو لم يتمنى زوال هذه النعم، فبمجرد أنه يكره أن ينعم الله تعالى على فلان أو فلان من عباده، فإن هذا هو الحاسد، هذا هو الحاسد. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من شر حاسد إذا حسد. والحساد أنواع، فمنهم من يحسد لكنه لا يضر المحسود، يكره نعمة الله تعالى على فلان وفلان، ولكنه لا يضر هذا الذي حسده، وهذا أخف ضررا من النوع الثاني الذي يكره نعمة الله على خلقه، ثم إنه يضر الخلق لأنه يكره نعمة الله تعالى عليهم، فيستعمل السحر مثلا أو بالعين والعياذ بالله. فإن الحاسد قد يصيب المحسود بالعين، فلربما قتله، ولربما أمرضه، ولربما أصابه الجنون عياذا بالله. وكل هذا موجود في المجتمع، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم والعياذ بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا. فلا يجوز للإنسان أن يحسد أخيه أو أن يحسد أخاه، إنما يدعو الله تبارك وتعالى أن يعطيه كما أعطى ذلك، كما أعطى ذاك، هذا هو الواجب. ولا يحسد الناس بعضهم بعضا، فهذا النوع الثاني عباد الله هو المعني في هذه الآية: ومن شر حاسد إذا حسد. فالواجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نلجأ إلى الله عز وجل حتى يجيرنا الله تبارك وتعالى من هذه الشرور ومن غيرها. وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.